بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الخامس للإبكار العقائق من مسافة 3 كيلومتر. هنا ما تنطلق بمقدمة الشوط وتنطلق بالمركز الأول الفائزة، من تنطلق بمقدمة الشوط لسيد حسن بن عيد الحويطي والملاحقة من الغربية. الغربية تسيطر في ثاني المراكز وحسين بن هرماس العطوي، والثالث المراكز شيمة لسيد سعود بن محمد البلوي، ولكن التقيير اللي طرى وجرى من أمجاد مطلق بن سلمان الحر غيرت وخذت المركز الثالث. المركز الرابع أبعاد وإبراهيم بن محمد الشمان، ولكن ينخطف من منصورة لسيد بدر بن منصور المديني، وخامس المراكز أبعاد إبراهيم بن محمد الشمان. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى أمجاد من غيرت وخذت المركز الأول، ومطلق بن سلمان الحر العطوي يسيطر في مقدمة الشوط. المركز الثاني الفائزة وحسن بن عيد الحويطي هي من تنطلق في ثاني المراكز، ثالث المراكز الغربية وحسين بن هرماس العطوي، ولكن اللي قادمه اللي هي شروق عواد بن سعيد السعيدات العطوي قادمة في هذه اللحظة وعينها على مقدمة الشوط، تتسلل من مركز إلى مركز. والمركز الخامس لسيد بدر بن منصور المديري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. نعود إلى الفائزة. الفائزة من تنطلق بالمركز الأول وتعود ملكية الفائزة لسيد حسن بن عيد الحويطي والملاحقة من شروق. يا سلام يا شروق لسيد عواد بن سعيد السعيدات العطوي، هي من تنطلق في ثاني المراكز، ثالث المراكز وأمجاد مطلق بن سلمان الحر العطوي، ورابع المراكز الغربية وحسين بن هرماس العطوي. والزيد قادمة في هذه اللحظة لسيد زيدان بن بشير البلوي، قادمة إلى رابع المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول. الفائزة هي من تنطلق بمقدمة الشوط وحسن بن عيد الحويطي. المركز الثاني شروق تسيطر في ثاني المراكز، عواد بن سعيد السعيدات العطوي، وثالث المراكز أمجاد مطلق بن سلمان الحر. والمركز الرابع اللي قادم من هابة شايم بن سند الشمري، وأيضا وزن صالح بن بنيه البلوي، وأيضا الزود زيدان بن بشير البلوي، ولكن المقدمة الفائزة من انطلق بالمركز الأول، الفائزة لسيد حسن بن عيد الحويطي والملاحقة من شروق عواد بن سعيد السعيدات العطوي، وثالث المراكز نهابة للسيد شايب بن سند الشمري، ولكن اللي قادمة أريام وعيد بن نجم العطوي. يا سلام اتحركت الأمور يا سلام. الله المقدمة، الله يا شروق غيرت وخذت المركز الأول، عواد بن سعيد سعيداته العطوي، المركز الثاني نهابة شايم بن سند الشمري، وثالث المراكز أريام تسللت إلى المركز الثاني عيد بن نجم العطوي، ولكن شروق يا سلام يا شروق للسيد عواد بن سعيد السعيدات العطوي، ما شاء الله وتبارك الله تنطلق بالمركز الأول، ولكن الخطورة قاتل من الخلف من أريام عيد بن نجم العطوي، ولكن تهانينا والناموس لعواد بن سعيد السعيدات العطوي على فوز شروق بالمركز الأول. والمركز الثاني أريام عيد بن نجم العطوي، والمركز الثالث حسن بن عيد الحويطي، ورابع المراكز نهابة شايم بن سند الشمري. تهانينا والناموس لعواد بن سعيد السعيدات العطوي على فوز
شروق بالمركز الأول، التوقيت الزمني 4:48 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.